رسالتنا إلى الدول العربية وإلى حكام العرب الذين يطبعون مع هذا. وأتينا إلى هذا المكان لنبعث رسالة إلى المسلمين أخوتنا وإلى غير المسلمين من الشرفاء، كيف تسمحون لقاتل البشر أن يكون بينكم وترون بأعينكم الضحايا من جرائمه وجرائم والده من قبل؟ نقول لا للتطبيع، لا للتطبيع مع النظام المجرم، مع النظام قاتل الأطفال، قاتل النساء. اليوم نحن طلعنا لنجدد عهد على ثورتنا ونقول لا للتطبيع مع نظام الأسد، لا ولن نطبع ولن نصالح ولن نساوم على أرواح شهدائنا. ومن يطبع مع بشار الأسد فهو بشار الأسد عندنا، والثورة مستمرة، وثورة الشام منصورة، وثورة الشام هي الفاضحة لكل دنيء ولكل شريف. لو كل العالم طبع مع المجرم بشار الأسد، نحن أصحاب الحق، نحن ثوار سورية، نحن أبناء سورية أصحاب الغدية، لا للتطبيع مع المجرم بشار الأسد حتى صغاطه.